يتربع على مساحة 17 هكتاراً مصنع السكر بولاية جالما، واحد من بين 4 مصانع للسكر في الجزائر. تمت خصصته سنة 2007 بقدرة إنتاج لم تتعد 150 طناً، واليوم بفضل تسهيلات الدولة واعتماد خطط تسويقية ناجحة وصلت قدرة الإنتاج إلى 700 طن يومياً. وفي الأفق، في الأفق الآتية إن شاء الله المعولين إن شاء الله نوصل الإنتاج إلى 1000 طن يومياً. قوانين جديدة فيما يخص الاستثمار، تساهلات للمتعاملين الاقتصاديين كانت جبارة. الهدف الرئيسي هو اكتفاء السوق الوطنية ومشاريع فيما يخص التصدير للبلدان المجاورة. هنا بمركز التحكم هذا تم اعتماد تكنولوجيا جديدة في التسيير من أجل مضاعفة القدرة الإنتاجية. احنا في هذه الوحدة نقوم بجميع مراحل التحكم الإلكتروني، نتحكموا في التكنولوجيات وفي الماشين اللي عندنا باش نزيدوا في الإنتاج. إدارة المصنع وفرت لنا جميع الظروف بما فيها الآلات الحديثة والتكنولوجيات الحديثة، وهذا لضمان تسيير أحسن وسهولة في إنتاج السكر. ولضمان منتوج نوعي وجيد لهذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، كفاءة جزائرية تسهر على ذلك. هنا على مستوى المخبر نقوم بجميع التحاليل اللازمة التي تمر عبرها التحولات التي تطرأ على المادة الأولية، وهذا لضمان منتوج نهائي وهو السكر الأبيض المبلور ذو جودة عالية حسب المعايير التي تطلبها منا الدولة الجزائرية. ولضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية يسهر 320 عاملا على إنتاج 25% من احتياجات السوق الوطنية.